جئنا لنؤيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشيح فترة رئاسية جديدة، فنقول لك يا سيادة الرئيس: امض قدما على بركة الله، فنحن معك جنبا إلى جنب، نحن معك بأصواتنا وبأرواحنا. احنا النهاردة كلنا متجمعين في مركز الدخلة بمحافظة الوادي الجديد علشان نرد الجميل، علشان نقول لفخامته احنا عايزين نكمل يا ريس معاك، عايزين نكمل المشوار اللي احنا بدأناه، وعلشان نكمل يبقى لازم جميعا ننزل يوم 10 و11 و12 من الساعات الاولى يا جماعة، علشان هنقف كلنا ايدينا في ايد بعض، احنا معاك ووراك يا ريس وعايزينك، وهنكمل طريق التنمية مع فخامتك لينا ولأولادنا. تحيا مصر، تحيا مصر قيادة وشعب، وشكرا لحضراتكم. فإننا نؤيد وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، وتمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر. كلنا هنوقف صف واحد وندعم ونساند الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنتعامل طبعا مع رئيس صادق علمنا الصدق والشجاعة في مصارحة أبناء الشعب المصري لمواجهة كل الأزمات، قصة وطن، قصة أرض، وقصة مستقبل بلدنا. جئنا اليوم كي نؤيد ترشيح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية الجديدة، ولم لا؟ وأن فخامته أدرك منذ الوهلة الأولى أن عمليات البناء والتنمية لن تتحقق إلا بإقامة الأمن والأمان في هذه البلدة. إن وجودنا في هذا اليوم وفي هذا المكان على قلب رجل واحد، ونسير خلف رجل أحبيناه جميعا من أعماق قلوبنا ووثقنا به ولمسنا فيه حب وعشق هذا الوطن، وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حضورنا اليوم هو مبايعة لسيادته لفترة رئاسية جديدة.